مرحبا من مسرحية صانعات الحلوى. وليما لا؟ Comment les sœurs font-elles pour se partager un homme? France nous aimait. C'était notre France. Je l'aimais. Il était beau. Massif. Je serrais ses doigts. J'ai glissé la main sous sa chemise. Moi aussi. Nous avions 20 ans. Je lui pressais le front contre ma poitrine. 20 ans. 20 ans. مينا، فلو وليلي ثلاث شقيقات يبحن بأوجاعهن نبي الأذن. ماذا عن هذا العرض؟ ما رح كمل بالعام يا بالأول شي في نص لكاتب اسمه جون ماري بيام وهو بلجيكي، وتاني شي في مخرج لبناني فرنسي، وتالت شي في ثلاث ممثلات رائعات. ويمكن هيدا أول شغلة لفتتني بالنص إنه مكتوب لثلاث شخصيات. شفنا مشاهد من عمل مسرحي للراحل نبيل الأذن تحت عنوان صانعات الحلوى. قبل ما نبدأ محطتنا الثقافية والفنية ومواعيدها، لابد ما نعزي برحيله، هو يلي توفي عن عمر 69 سنة مبارح من بعد صراع طويل مع المرض، تارك وراء الكثير من الأعمال والبصمات والمساهمات الثقافية يلي بتشهد مسيرته المسرحية والأدبية الغزيرة. كل هالمناسبات هول، كل هالأسباب هول جعلتني أنه بشكل كتير سريع أنه يمكن قريتها ثلاث مرات للمسرحية، قريت النص ثلاث مرات وقررت أني بدي أعمله. وكنت كتير سعيد لما تلفنت لجان ماري بيام وسألته إذا فاضي. إذا كنت عم بقول رحل تارك وراء بصمات كتيرة، بالإضافة إلى عدد من الجوائز يلي نالها، منها ميدالية الأداب والفنون من وزارة الثقافة الفرنسية وجائزة المنتدى الثقافي باريس عام 2007، وهو خريج جامعة السوربون الفرنسية بالدراسات المسرحية، ذلك من بعد ما هاجر خلال الحرب إلى فرنسا وترك جامعة اليسوعية اللي كان عم يتخصص فيها بالعلوم السياسية. أكيد من عزة أهله، عائلته، من عزة الأصدقاء ومن عزة الجسم المسرحي كافة برحيل المسرحي اللبناني الفرنسي نبيل الأذن. رح نبدأ محطاتنا وجولتنا على العناوين والمواعيد الثقافية والفنية تحت عنوان الحكاية مكملة مع ماجدة رومي على الميلاد. ماجدة رومي بتعطينا موعد سنوي خلال فترة الميلاد بكنيسة سيدة الأيقونة العجائبية للأباء العزريين بالأشرفية على مدى ليلتين، وهالسنة رح بيكونوا الخميس والجمعة 13 و14 كانون الأول ساعة 8 المساء. عدد من المواعيد الفنية رح نكون بانتظارها خلال عيد الاستقلال، وخلال هيدي الفترة عيد الاستقلال الفرسان الأربعة بقدموا أمسية غنائية وطنية تحت عنوان لبنان يا قطعة سما، الخميس 15 الشهر ابتداء من الساعة 7 المساء على مسرح مركز الصفدي الثقافي بطرابلس. بخبر أخير من أكثر من 12 سنة، المصور ميشيل زغزغي بيلاحق من خلال عدسة كاميراته الحيوانات والكائنات المهددة بالانقراض، من جهة لممارسة شغفه بالتصوير ومن جهة أخرى للإضاءة على خطر انقراضه. بهالإطار رح بتكون بيروت على موعد مع المصور ميشيل زغزغي لإطلاق كتاب ومعرض، اثنيناتهم بيحملوا نفس العنوان كاتيتيود أند أنبيربل لايتنس أوف ووفينج، الخميس 15 الشهر 6 بعد الظهر بستيشن جسر الواطي. People grinning in your face, and this is mine, a true friend that's hard to find. Don't you mind people grinning? مع هالخبر بنكون عم نختم جولتنا على المحطات الثقافية والفنية لنعمل بالتالي جولة على الطرقات ونشوف شو الوضع.
المشغل جوزيف غاوي من غرفة العمليات المشتركة التابعة لهيئة إدارة السير معنا على الخط، ومعه بناخذ فكرة أكثر عن حركة السير حاليا. صباح الخير جوزيف. صباح الخير، كيفك؟ ماشي الحال. تفضل. نبلش من المدخل الجنوبي، عم تكون حركة سير كثيفة من المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا، كمان مكملة حركة سير كثيفة باتجاه النفق. مدخل الشرقي حركة سير عم تكون ناشطة من الجمهور باتجاه اليرزة، مكملة كمان ناشطة من السياد باتجاه صدر اس ام النحود وصولا للكارنتينا. عنا حركة سير كمان ناشطة من جسر البوجو باتجاه الأشرفية. عنا حركة سير عم تكون كثيفة من جسر الفيات باتجاه العدلية، كمان مكملة من العدلية المستديرة كمان باتجاه المتحف، عم تكون حركة سير كثيفة. مكمل باتجاه كورنيش المزرعة، حركة سير عم تكون ناشطة باتجاه البربير. عنا حركة سير كمان ناشطة اليوم من قصقص باتجاه شارع الخولة. ضمن بيروت كمان الأشرفية حركة سير ناشطة من تقاطع برج الغزال باتجاه تقاطع برج المر، بتصير كثيفة من تقاطع برج المر باتجاه شارع الحمراء. أما المكمل على الخط البحري حركة سير عم تكون ناشطة. كمان عنا حركة سير ناشطة من علم رئيسة باتجاه الروشة. المدخل الشمالي عم تكون حركة سير اليوم بنشي كمان من دبي باتجاه أم ترياس وصولا للأشغال بجل الديب. من بعد الأشغال مكمل الأوتوستراد باتجاه نهر الموت، حركة سير ناشطة. عنا حركة سير عم تكون كثيفة من طريق البحرية أم ترياس باتجاه بيروت. مكمل من نهر الموت باتجاه الدورة، حركة سير ناشطة باتجاه الكارنتينا. المكمل كمان باتجاه شارع الحلو حتى الوسط مرورا بالصيفة، كمان عم تكون حركة سير كثير منيحة. بولفار سن الفيل حركة سير ناشطة على الإشارات، بتصير عنا كثيفة من الصالومة باتجاه الحايك وصولا إلى جسر الواطي، كمان حركة سير اليوم كثيفة. هذا بالنسبة لحركة السير. بالنسبة للحوادث تسجلت عنا بال 24 ساعة الماضية، تسجل عنا 16 حادث للأسف نتج عنهم قتيل و20 جريح. محاضر السرعة الزايدة 901. أكيد بنذكر للتواصل معنا على 1720 أو متابعتنا عبر السوشيال ميديا الفيسبوك التويتر والأبليكيشن. شكرا على وقتك جوزيف، نحن بنتمنى لك نهار حلو. رح نتوقف هلا مع فاصل اعلاني ونرجع منتابع مع مجموعه من التقارير وضيوفنا، واليوم كمان موعد مع زميلتنا مريم الحاج. ضلكم معنا.